السلام عليكم، أهلا وسهلا متابعين الأعزاء في قناتي. هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم. تلعب فريال أشرف ضمن المجموعة الثانية، حيث يتأهل أول وثاني كل من المجموعتين إلى الدور نصف النهائي، وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة المتأهلين الفوز بميدالية برونزية على الأقل. وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الأخرى، والفائز ينتقل للنهائي والذي يلعب في نفس اليوم. واستطاعت مصر حجز 5 مقاعد في أولمبياد طوكيو، حيث تأهلت اللاعبة فريال أشرف في منافسات وزن 61 كيلو، وذلك بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في منافسات التصفيات العالمية للكاراتيه في باريس، والتي أقيمت خلال الفترة بين 10 وحتى 14 يونيو، وهي آخر البطولات المؤهلة للأولمبياد. 1000 مليون مبروك لمصر وللعرب.